السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كنت واجد هنايا في سوق الجملة ديال مدينة بركان. هنا غادي نمشي نشوف السعر ديال الدليع أو البطيخ الأحمر، نشوف الثمن ديالو فين راه واصل. غادي ندير واحد الجولة لداخل وغادي نحاول نشوف مع الناس اللي كيجيبوا الدليع من زاكورة، لأن بهذا الدليع اللي كيدخل اليوم الموسم ديال الدليع، يعني من زاكورة، يعني هذا وقت زاكورة ديال بركان، مازال عاد باقي منا لشهر 7 تقريبا ديال بركان باش يدخل عاد او قل. وهذا ديال زاكورة هو اللي راه يدخل الاول تقريبا، ومن بعدها كادير بزاف ديال المناطق اللي غادي يدخل ان شاء الله. غادي ندير واحد الجوله هنا نعرفوا الاثمنه ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو الى اخره، واللي اول مره يدخل القناه يشارك في القناه والضغط على اللايك وتعطيونا الاراء ديالكم والافكار ديالكم باش تبقاو يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو. هاد الدليع عطاهنا الله من البلد، من مدينة زاكورة حتى لمدينة بركان، وهي جودة ديال الماكلة، وفيه أنواع من مختلف الصنوف ديال هاد الدليع، وكل شيء ياكل. يعني الأثمنة مناسبة، الأثمنة مناسبة، كاين من 150 حتى 250. 250 فرنك. اللي عنده ياكل، اللي ياكل الله يجبدي سير. آمين، الله يجبدي سير. شكرا، بارك الله فيك. شحال لازم كيلو هذا؟ شحال طون؟ هذا كاين 6 طون، 800 600 700. المهم هذا الميزان ديال الطون. طون. أعطيه دلي عاصم. 1000 كيلو. إيه قرب. كرين طون. أضربها بستين خمسة وستين فرنك، مليون وسبعمية وخمسة وخمسين ألف فرنك، هي 27 طن. 27 طن باش يوصل هنايا 65 فرنك الكيلو. كيلو باش يوصل. أرانا التبن ديالو، أرانا اللي يستف ستافة، أرانا 12 واحد اللي يقلعو، ورانا هنايا المصاريف نتاع السوق. راك دير لنا شهر الجوج. جوج ملايين و500 باش يوصل بالسيار تاعو. حاول هو راح شرب الله بس ديك دي. شمس هاد الظهر. قالوا والو تما زكريا اللي عندها زاكورة والمذاق. المذاق ياك الجودة. ايوا والجودة، ولكن بركان احسن بها. ديال بركان شحال باقي لهم؟ شهر تقريبا. ها شهر 6 كاع. ها هذيك واه 6 7 احسن جودة في العالم هي ديال بركان. امور اللي عندك خصك. يا ايوب راه فوتك كيف شفتي فيها. ها هي راك دينك تي باناج. هذا والله راك مباشر. نديرهم في الوسط هذا. ها؟ الثمن كيما قال لك راه ب 24 حتى 60 دولار. حتى 60 دولار ياك. اه. وكاين ديال 24 هنا كاين. حسب الجودة. حسب الجودة واه ديشي واه. راه في الصنديق دايرة غير 50 فرنك. باقي لي بوتيه.
ولكن هذه نتاع الناس حاجه زينه هذه الناس القاضي الركعات اللي تشاف البونجات ومالي تشاف البلاستيك هذا راه كامل وش هذا تبارك الله زين هاد الدنيا تشاف قات مال مجد هنا في مدينة بركان زراعة البطيخ الأحمر جيبي الموس وشلق واحد بطنك بنزرع البطيخ الأحمر في منطقة زقورة هناك الأخ مصطفى هو بيشلخ البطيخ ويعطي البطنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر مزيانة تبارك الله مزيانة ما سميتوش لي الله تاني هاي ضوقوا ضوقوا وضوقوا لا ولا والله شو تسمع؟ بسم الله إن علاش البارح ديك واحد حبة الضرب هذا والله ما صافي يسير عليا انا يقول لك علاش نضرب مع ضروبي باش نهضر معاه احمد شفتي بي شفتي انا بعتها انا قول لهم راني شاري انا والله لقطه احسن هذاك راه شاري هذاك راه ماشي انت هذا حمار هنا معاه عايشين معاه عايشين معاه هذا هو اللي هذا هو المسكين هذا هو اللي وصلنا الخبزه ديالنا للكماء هذا هو الحمار هذا هو اللي زقي حمار حماري وراكب الله يجيبنا ديما مسكين ديما يجيبنا مسكين ديما نديرو له بلد عالي صور ندير كملنا كل السي طارق هو هنا الجوده ديال التجاره هو داك الجوده واثمنه مناسبه اخويا عالمي بعدا شحال اخويا شحال الثمن شحال الثمن قول لي شحال شحال الكيلو شحال 2 دراهم 2 دراهم الكيلو تبارك الله ها انتم 2 دراهم الكيلو والجوده السي طارق هو هنايا في حي بوهديله حي بوهديله كما راكم تشوفوا هنايا الجوده اللي بغى شي حاجه يهود غير السيكتور ب 2 دراهم 2 دراهم الخير موجود يقول لك الخير ما كاينش انت الخير موجود هان والله الا غير تطبع وكول ها انت تطبع وكول ها انت الجوده 2 دراهم للكيلو اللي عجبوها هو مرحبا